فتقوى الله عز وجل هو أعظم المصالح التي يتحصل عليها المؤمن من صيام شهر رمضان المبارك. ومن المعلوم وهو معروف أن التقوى المقصود بها اتقاء المعاصي، وهذا مشاهد ملاحظ ولو لم يخبرنا الله تعالى به، فإن لشهر رمضان سبحان الله العظيم من الأثر على النفوس وعلى القلوب وحتى على قلوب كثير من العصاة، أن هذا الشهر يرتدعون فيه عن معاصيهم، ولعل كثيرا من الناس يعلم ذلك. فمن لم يكن محافظا على الصلاة تجده في شهر رمضان محافظا على الصلاة، ومن يقترف الآثام والكبائر وربما أيضا إذا دخل شهر رمضان ارتدع، كل ذلك تحقيقا لهذه المصلحة التي أخبر الله تعالى بها حين قال لعلكم تتقون. فأهل المعاصي كثير منهم يرتدعون ويتقون هذه المعاصي في شهر رمضان المبارك، وأهل الإيمان وأهل الاستقامة يزيدون تقى ويزيدون استقامة في شهر رمضان المبارك، وهذا أمر مشاهد ملاحظ. وللشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا الموضع حين قال في قوله تعالى لعلكم تتقون، يقول المعاصي قسمان: قسم يتقى بالتفكر والتدبر، بالتفكر والتدبر في عاقبته، إذا فكرت في عاقبته ارتدع الإنسان عنها، قال كشرب الخمر والسرقة والميسر والقمار والغصب ونحوها، قال هذا إذا فكر يعني العقل ربما يجعله يتقيه. قال وقسم يصعب تركها بمجرد التفكر، وهذه المعاصي قال هي التي تنشأ عن الغضب والشهوة. قال وها هنا سر، وهو أن الله عز وجل جعل الصيام وسيلة لاتقاء هذا القسم الثاني الذي يتعلق بالغضب وبالشهوات ونحوها، فإن الصوم يعدل القوى الطبيعية التي تدعو إلى تلك المعاصي، فإن المؤمن فهذا الصوم يعينه على اتقاء هذه المعاصي التي لا يستطيع بمجرد العقل أن يتقيها. ثم أورد قوله صلى الله عليه وسلم مصداقا لهذا، قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي بمعنى كالترس الذي يتقى به المعاصي.